خليني أبدأ. وده جزء مهم قوي، احنا لا يمكن ابدا ابدا نتخلى عن اشقائنا في لبنان او في اي دوله عربيه. دي سياسه ثابته لمصر، واحنا دائما على تواصل مع كل اشقائنا في الدول العربيه وخاصه لبنان، وبنشجع على ان احنا ان يتم تشكيل حكومه في اسرع وقت ممكن حتى تتولى مقاليد الامر في لبنان وتاخذ لبنان خارج الازمه اللي بتعاني منها بقى لها فتره طويله. هذا الامر كان محل نقاش طويل قوي مع فخامة الرئيس ماكرون، موضوع لبنان بالذات، واتفقنا على ان احنا نكثف جهودنا، احنا مع اصدقائنا مع فرنسا بكل ما تمثله من ثقل في العالم وفي المنطقة عندنا للتوصل الى يعني الى حلول للأزمة في لبنان. يقلمني قوي انك تقولي ان احنا كعرب تخلينا عن لبنان. نحن لم نتخلى عن لبنان، ولكن قد تكون الأمور مضطربة في منطقتنا شوية، ويمكن ده اللي أنا كنت حبيت أقوله في لما جاوبت على السؤال، بقول ما يعني ما تخلوش كل موضوع منفصل عن السياق العام لما يحدث في منطقتنا. لكن لبنان، لا لبنان وكل دولة عربية وليبيا وسوريا والعراق واليمن والصومال والساحل والصحراء، تعود الاستقرار دي استراتيجية مصرية ثابتة. استعادة الاستقرار والأمن والسلام دي ثوابت السياسة المصرية. احنا لم نتخلى، واحنا تحدثنا مع فخامة الرئيس على ان احنا مزيد من تكثيف الجهود. واسمحي لي ان انا اقول واحنا بنتكلم هنا، اذا كان فخامة الرئيس يسمح لي ان انا اوجه نداء من هنا من فرنسا من باريس باسمي وباسم الرئيس ماكرون الى كل القوى السياسية في لبنان، الى كل اللبنانيين المهتمين بشأنه، من فضلكم اعطوا الفرصة لحكومة تأتي كي تحل ما تعاني منه لبنان، ونحن معكم، نحن مع الاستقرار والسلام والنجاح في لبنان. شكراً.